الأوساط الأمريكية بدأت تدفع من أجل القضاء على الميليشيات الموالية لإيران بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تمت ضد رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي مؤخرا. وهذه طبعا تأتي عدد من الأطراف. أولا الأمريكان سياسيا ورسميا جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون، وكذلك كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، اثنينهم بشكل واضح جدا قالوا بأن المسؤولين بشكل مباشر على محاولة الاغتيال اللي صارت ضد السيد مصطفى الكاظمي هي الميليشيات الموالية لإيران وليس طرفا ثالثا أو طرفا رابعا. ولكن الأنظار كلها تذهب إلى السيد مصطفى الكاظمي حول ما الذي سيفعله السيد مصطفى الكاظمي، هل سيصطدم، هل سيحتوي هذه الميليشيات، ما الذي سيفعله هنا؟ البلومبرغ الأمريكية وجدت بأن على رئيس الوزراء العراقي أن يتوجه مباشرة وبكل قوة أن يضرب بيد من حديد هذه الميليشيات لعدد من الأسباب المهمة، بأن هذه الميليشيات بهذه محاولة الاغتيال بيّنوا تماما بأنهم لا يريدون السيد مصطفى الكاظمي، ممكن جدا أن يحاولون مرة ثانية اغتياله بأي شكل من الأشكال في ظروف مختلفة في فرصة سانحة بالنسبة إليهم. بالإضافة إلى ذلك أنه أصبح لديه الرادع الكامل، أصبح لديه القرار بالأحرى الكامل من أجل مواجهة هذه الميليشيات ومن أجل القيام بالانقضاض عليها بشكل مباشر، ولم يعد هنالك سببا لعدم مواجهتهم لأنه أصبحوا خطرا على المؤسسات العراقية بشكل مباشر. وطبعا أيضا نقطة مهمة ذكرها البلومبرغ الأمريكية في هذا الصدد، قالت بصريح العبارة بأنه الناس كانت لديهم حقيقة استياء كبير جدا في فترة السيد مصطفى الكاظمي لأنه لم يشتبك مع هذه الميليشيات، رغم أن الميليشيات استفزته في أكثر من مرحلة وفي أكثر من نقطة للسيد مصطفى الكاظمي. فبالتالي على هذا الأساس تعتقد البلومبرغ أن هذا الموضوع انعكس باستياء الناس مباشرة إلى عدم مشاركتهم في الانتخابات. لم تكن المشاركة في الانتخابات في العراق الأخيرة نسبة عالية فيها أو شيء من هذا القبيل، كانت النسبة منخفضة، كان من الممكن أن تكون مرتفعة لو تم شيئا في هذا الصدد، رغم أن النتائج التي جاءت من الانتخابات العراقية لم يتوقعها أحد، كانت فيها الكثير من المتغيرات. لذلك البلومبرغ تقول إذا اصطدم السيد مصطفى الكاظمي والآن هو لديه كافة القرارات والتخويلات للقيام بذلك، فالناس راح بالتأكيد يروح هذا الاستياء من عندها، تشارك في الانتخابات، يحافظون على العملية السياسية العراقية اللي موجودة الآن، وبالتالي لا ندخل في الأنفاق المظلمة التي نراها. شوف شنو اللي قالته البلومبرغ الأمريكية في هذا الصدد، أن المحاولة الوقحة للاغتيال تمنح الكاظمية المبررة لإصدار أوامر بقمع الميليشيات يجب أن يواجههم ويواجه أسيادهم في طهران. بالإضافة إلى ذلك ديفيد إغنيشيوس واحد من أهم الكتاب والمفكرين الأمريكيين قال أن الميليشيات وما قامت به من محاولة اغتيال في الواشنطن بوست، طبعا هو كان كلامه، هي عززت من فرص السيد مصطفى الكاظمي وأصبحت قضية ولاية الثانية في رئاسة الوزراء شبه مؤكدة، والأمور ستسير عكس ما ينويه المحور الإيراني وما ينوي أن يحققه في هذا الصدد. وهذا طبعا أيضا في ظل هذه الأمور بدأت الكثير من التفاصيل تتكشف عن طبيعة اللقاء اللي صار من زيارة إسماعيل قاني قائد الفيلق القدس الإيراني ولقاء الأخير اللي صار مع رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي. إسماعيل قاني بحسب الوول ستريت جورنال أكد للسيد مصطفى الكاظمي شخصيا بأنهم لم يكونوا وراء إصدار الأوامر لهذه الميليشيات للقيام بهذه العملية، وهذا يوضح أن الميليشيات مرة ثانية وتؤكد بأنها تصرفت من ذاتها في هذه العملية في محاولة الاغتيال الأخيرة التي هزت العالم بأكمله، وكان من الممكن أن تكون هنالك متغيرات كبيرة نراها في هذا الصدد. وعلى هذا الأساس إسماعيل قاني أيضا مو بس بهذه القضية، وإنما هنالك دبلوماسي إيراني أيضا صرح إلى الوول ستريت جورنال من دون ذكر اسمه، قال بأننا أيضا نريد أن نبلغ وأبلغنا الأمريكيين، ولكن أبلغنا الأمريكيين عن طريق العراق بأنه إحنا ترى ما لنا علاقة في هذه القضية نهائيا ولسنا متدخلين فيها. وهذا اللي قالت الوول ستريت جورنال واللي ثبتته على هذا الأساس يوم أمس. شوف دبلوماسي إيراني، كان علينا أن نقول للأمريكيين من خلال العراقيين أنه لا علاقة لنا بهذه الهجمات، وتمت خلال لقاء الكاظمي، تم إرسال هذه الرسالة بوضوح خلال اللقاء الذي جمع بين قائد فيلق القدس بالحرس الثورية الإيراني إسماعيل قاني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين في بغداد. كذلك أنه الإيرانيين واضحين هادئين في هذه القضية، لا يودون تصعيد الأمور، يريدون تخفيف الأمور وتخفيض الأمور بين الميليشيات الموالية لإيران وبين السيد مصطفى الكاظمي. أيضا ظهر فجأة يوم أمس تحرك مثير
وهذا التحرك اللي صار هو في الناقلة هذه اللي سيطروا عليها الإيرانيين، وفي البداية قالوا بأنها ناقلة نفط أمريكية وتبين أنها ليست أمريكية، طلعت فيتنامية، وكذلك قالوا بأن الأمريكان كانوا مثلا ماخذيهم صادرين النفط اللي موجود بهذه الناقلة الفيتنامية اللي موجود طبعا بها النفط الإيراني، وتبين أن الأمريكان ما مصادريها، وتبينت القصة يعني ليست بالقصة الحقيقية بل بها بروباغندا كبيرة جدا من قبل الإيرانيين أنه هذه الناقلة رغم كل التهويل الكبير واحتجاز الإيرانيين لها إلا أن المحادثات من وزارة الخارجية الفيتنامية مع الإيرانيين حتى يطلقون سراح هذه الناقلة هي والطاقم مالتها تمت يوم أمس، أطلقوا سراحها مباشرة لهذه الناقلة، وبهذا الشكل كما ترون بحسب المارين تراكر هي انطلقت من بندر عباس، هنا بندر عباس أينما كانت هي متوقفة، ويوم أمس انطلقت بهذا الاتجاه، وبحسب رويترز وتأكيدات رويترز لهذه الناقلة بأنها الآن وصلت إلى خليج عمان، انتهت القصة نهائيا. واضح الإيرانيين دي يأخذون خطوات يبطئون منها عملية التصعيد، لا يريدون التصعيد، يودون تخفيف وتخفيض الأمور مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا طبعا تعود إلى أسباب ذكرتها The Washington Free Beacon. هذه Washington Free Beacon ذكرت أسباب مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها لكي نفهم طبيعة الترتيب اللي دي يصير الآن بين الإيرانيين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. القضية هذه طبعا متعلقة بطبيعة تعامل بايدن. الآن في فترة بايدن كسبت إيران الكثير من الأمور على مستوى الخزين للعملات الصعبة، وهذه العملات المهمة اللي نحكي بها أن نحن نتحدث عن الدولار، إنه الإيرانيين على هذا المستوى وخزين النقد العملة الصعبة طبعا هو وصلوا هم إلى 4 مليار دولار فقط في نهاية 2020 في نهاية فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن الآن في فترة جو بايدن رغم أن العقوبات موجودة إلا أن التساهلات والتسهيلات الكثيرة التي يقدمها جو بايدن إلى الإيرانيين وضعت الأمور بشكل مختلف. الآن بالنسبة لهذا الخزين من العملة الصعبة عد الإيرانيين سيصل بحسب تقديرات الصندوق النقد الدولي سيصل إلى 31 مليار دولار، بل إنه سيتصاعد وسيصل إلى 42.9 مليار دولار نهاية عام 2022. نحن نتحدث هنا عن العام القادم، وهذا من دون إلغاء العقوبات، إنه تستمر العقوبات بهذا الشكل مع استمرار إدارة جو بايدن بكل تأكيد هم وضعهم بهذا الشكل الإيجابي، الشكل إيجابي ووضع ممتاز جدا مقارنة بفترة دونالد ترامب بكل تأكيد. ليس هذا فحسب، بل إنه اليوم أيضا من رويترز كشفت قضية مهمة جدا أن الصينيين في الثلاثة أشهر الماضية هم دي يشترون ما يقارب 500,000 برميل من النفط الإيراني يوميا، هذه خلال الثلاثة أشهر الماضية. فهذه طبيعة التسهيلات التي يقدمها جو بايدن إنهم لذلك لا مصلحة لهم في التصعيد في الأمور، خاصة وأن هنالك قضية عكسية. هذه قضية قد تبدو إيجابية ولكن هنالك قضية عكسية يعني يجب أن ننتبه إليها. هذه قضية هي متعلقة بالدبت بالديون بالنسبة لإيران. الآن بالنسبة للديون الإيرانية إذا استمر الوضع على ما هو عليه من دون رفع هذه القيود التي نتحدث عنها رغم أنها تبدو إيجابية هنا بالنسبة للعملة الصعبة وتخزينها من قبل الإيرانيين، إنه قضية الديون الآن هي ستصل في نهاية عام 2027 إلى 2000%. يعني هذه طبعا تعتبر فد نقطة مخيفة جدا بالنسبة للإيرانيين. نحن نتحدث هنا على تقريبا على أكثر من 1.3 تريليون من الديون، هذا يعتبر رقم مرعب جدا بالنسبة للإيرانيين. لذلك على هذا الأساس الإيرانيين نلاحظ أثناء المفاوضات عندما يتحدثون مع جو بايدن يطلبون منه إلغاء العقوبات، إلغي العقوبات يا بايدن لكي يتخلصوا من شبح الديون اللي ممكن أن يدخلوا رغم التساهلات والتسهيلات اللي يقدمها طبعا جو بايدن لهم مباشرة. لذلك لا مصلحة لهم بالوصول إلى أي نقطة صدام وأن الميليشيات تصعد بأي شكل من الأشكال، لأن الميليشيات والصواريخ البالستية هي جزء من القضية التي يتفاوضون عليها اللي هي القضية النووية بشكل مباشر طبعا وبشكل واضح. وهذه طبعا يجب أن ننتبه إلى قضية أنه أيضا هم ما يريدون يتخلصون من الميليشيات مالتهم، يحاولون الحفاظ عليها، لأن هذا المنظر المرعب اليوم الذي جاء بالنسبة للميليشيات وبالنسبة لإيران لميليشياتهم هي ورقة مهمة جدا. هذا المنظر أرعب الكثير من هذه الأطراف، كون أن الرئيس بشار الأسد الآن التقى مع وزير الخارجية الإماراتي اليوم، وهذا اللقاء معناته أن هذه الميليشيات وورقتها احترقت في المنطقة بشكل مباشر، خاصة إذا ما تحدثنا عن سوريا اللي هي جبهة مهمة لهذه الميليشيات. وهذا اللقاء
هو يأتي بعد فترة قصيرة جدا من اللقاء اللي صار بين الرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واللي جت بعد ضربات كبيرة جدا مؤثرة على الفصائل الإيرانية وعلى حزب الله اللبناني. وبالتالي هذا هو ترتيب الأوراق الذي نراه المزعج للغاية. فبالتالي الإيرانيين ممكن جدا أن يقولوا خلص لتنتهي هذه القضية، لتنتهي هذه القصة، ودعونا نغير الوضع اللي موجود في المنطقة، وقد يضطرون للتخلص من الميليشيات الموالية لإيران في هذه المنطقة بالظروف التي هي تواجهها طبعا هذه الميليشيات، من ينجو ينجو ومن ينتهي ينتهي.